خلينا نعرف كده الخبراء الارصاد الجويه اكدوا ان هيكون طقس اليوم الجمعه نهارا شديد الحراره رطبا على القاهره الكبرى والوجه البحري حار رطب على السواحل الشماليه كمان هيكون ايضا يكون شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد ليلا ومعتدل الحرارة ليلا معتدل الحرارة سيكون في الليل معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. طيب نشوف بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة على جمهورية مصر العربية.